يعني من خلال خبرة حضراتكم أو من خلال المسح اللي بتعملوه، إيه أكتر المحافظات اللي بتكون أعلى في نسبة الأمية، وإيه أكتر المحافظات اللي نسبة أمية الكبار فيها قليلة؟ بكل تأكيد طبعا لو نظرنا إلى صعيد مصر، إلى الجزء الجنوبي من مصر، بنلاقي نسبة الأمية بتزيد فيه لعدة أسباب. طبعا الفقر الذي كان متفشي في هذه المناطق، محافظات الصعيد في فترات سابقة، أيضا العادات والتقاليد اللي كانت موجودة ما بين أهالينا في الريف المصري وفي صعيد مصر، إن لا الولد هو اللي يتعلم، البنت ما تتعلمش، وإن يعني بعض العادات والتقاليد اللي كانت موجودة، وطبعا الزيادة السكانية الرهيبة اللي كانت موجودة طبعا في هذه المناطق، الأب والأم اللي بيجيبوا بالخمس وست أولاد وسهل حتى يصلوا إلى العشر أولاد تحديدا، فممكن الناس دي الأطفال دي كلها ما تتعلمش، ممكن واحد أو اتنين يتعلموا والباقي ما يتعلمش، فكان طبعا في أسباب معينة أدت إلى تفشي الأمية في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة وصعيد مصر. ولو بصينا على النسبة الجهاز المركزي للتربية العامة والإحصاء طبعا أصدرها، بنلاقي إن محافظة المنيا بتأتي في مقدمة محافظات مصر في عدد الأميين أو نسبة الأميين، بتصل إلى ما يقرب من 39% الآن، كانت 2018 حوالي 42%، مع عمل الهيئة العامة لتعليم القوى قلت النسبة إلى 39% في الوقت الحالي وأنا بكلم حضرتك. بيأتي بعدها طبعا محافظة بني سويف، ثم محافظة سوهاج وقنا والفيوم طبعا حوالي 38%، وبتكلم على محافظات الجنوب تحديدا، عشان كده احنا بنكثف جهودنا في هذه المناطق، وبنستجيب ايضا لنداء الرئاسه مبادره حياه كريمه اللي بتستهدف بالضبط، القرى الاكثر فقرا، صحيح. احنا مندمجين معاه بشكل كبير جدا، وبالفعل بننزل هذه القرى ونعمل هي حصر وفي تمرير شامله. بداية المبادرة دي النهاردة كمان، يعني هي بدأت النهاردة، بالظبط، احنا صحيح. كمان في تعاون مثمر مع وزاره التضامن الاجتماعي وايضا التنميه المحليه، ننزل نعمل حصر للقرى الفقيره للعدد الاميين اللي موجودين، بنستهدفهم، بنفتح فصول، الناس اللي بتحرم من الاميه بنفتح ليهم فصول اعدادي منازل بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، وبنتعاقد كهيئه مع معلمين متخصصين في المواد التعليميه الاخرى اللي ما تعلمش اللي الامي او المتحرم من الاميه ما يعرفش عنها حاجه، زي اللغه الانجليزيه وزي بعض المواد اللغه الفرنسيه وهكذا. فبالفعل في نهضه وفي خطه تنمويه شامله للقرى الاكثر احتياجا اللي موجوده في صعيد مصر، لان بالفعل يعني فاتهم كتير جدا في السنوات الماضيه، ولكن الرئاسه بالفعل تتجه وبقوه الان الى تنميه مصر وخصوصا تنميه الصعيد وتنميه القرى الاكثر فقرا للان. طيب حضرتك ذكرت انه يعني في ارث ثقافي في الصعيد ان الولد يتعلم البنت لا، ده معناه ان نسبة الأمية في الكبار عند الإناث هي الأكثر من الذكور. بكل تأكيد، بكل تأكيد احنا لو جينا عملنا الإحصائية بنلاقي تقريبا عدد الإناث الأميات ضعف الذكور، يعني احنا عندنا التلت الذكور تقريبا وتلتين من الإناث، وطبعا ده كان بسبب الإرث الثقافي القديم اللي كان دايما بيدعو إلى إن الولد هو اللي هيفتح بيت وهو اللي لازم يتعلم، وإن البنت يعني مصيرها إن هي هتتجوز وتقعد، يعني كان ده كان طبعا لا هي عادات بتتجوز وتقاليد ما قديمة. بتقعدش، هي بتتجوز وبتشتغل وبتصرف عليه وعلى العيال برضه، فما بتقعدش يعني. ده بالعكس. بالفعل ده ممكن، ولكن دلوقتي انا اعتقد يعني ان المراه خدت جزء كبير جدا من حقوقها، وان لم طبعا تكتمل حقوقها، ولكن بالفعل الدوله بتسعى بقوه الى ايجاد عداله ما بين الذكور والاناث، وبالفعل بالظبط، اصبح هناك دلوقتي يعني اعتقد لو احنا بصينا على المؤسسات التعليميه الان بنلاقي الاناث اعدادها اكبر من الذكور بكتير، سواء كانت مؤسسات تعليميه قبل الجميع او الجامعي، فده دليل بالفعل ان الفجوه النوعيه ما بين الذكور والاناث في مجال التعليم بدات تتلاشى وبقوه، واصبح هناك عداله ملموسه طبعا على ارض الواقع. حضرتك ذكرت نسبة معينة، يعني قلت انه كانت في جنوب الصعيد النسبة واصلة في أمية الكبار كانت 45%، مع المجهود اللي قامت بيه الهيئة العامة لتعليم الكبار وصلت ل 39%، صح؟ ده انا بتكلم على المنيا، محافظه ده في المنيا خلال قد تحديدا، ايه، يعني في خلال قد ايه النسبة قلت من خلال 45 ل 39؟ لا هي كانت 42 وكسر، اصبحت الان حوالي 39، اوكي، بتكلم في سنتين، في سنتين تقريبا. مجهود سنتين في وطبعا المنيا. طبعا لا انا بتكلم على طبعا المحافظات كلها بتقل، انا بتكلم على تحديدا على اكبر محافظه فيها نسبه اميه ايوه. هي المنيا، من 42 وكسر الى 39. اعتقد طبعا في تحسن، وان كانت الدوله احنا دلوقتي عندنا خطه طموحه جدا ان احنا نعلم مصر خاليه من الاميه قبل عام 2030.